قد يبدو الأمر لهو أولاد، لكن هؤلاء الممثلين الأفغان أتقنوا فن التهريج هذا، فهم من أوائل الفرق في البلاد الذين تدربوا ليعملوا كمهرجين، وهم يؤدون هنا في المركز الثقافي الفرنسي في كابول، وهي مهنة تثير الكثير من الفرح. كل شخص يحب شيئا في الحياة، بعض الناس يحبون الطبيعة وبعضهم يحبون الجمال، أما أنا فأحب المسرح، والعيش بدون المسرح صعب جدا بالنسبة إلي. العروض كهذه لا أحد يسمع بها في أفغانستان التي مزقتها الحروب، وحيث كانت كل أنواع الفن محظورة في ظل حكم طالبان قبل 10 سنوات، وحتى الآن كثير من المحافظين في هذا البلد يمنعون المشاركة في العروض وحتى حضور المسرح. المشكلة هنا هي أن لدينا مهرجين وممثلين هزليين موهوبين، لكن أحدا لا يشتري التذاكر لحضور المسرح، فهذا النوع من الثقافة غائب، لذا فالطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعتاش منها هي محاولة إيجاد فرص في الخارج. سيلفان فنان فرنسي يقوم بتدريب المهرجين كجزء من برنامج تموله الحكومة الفرنسية، لكن مشروع التدريب انتهى الآن وكذلك التمويل، لذا فهو يخشى من أن الحماس المفرط الموجود لدى الممثلين لن يكون له أي أفق. المجتمع الدولي يمول عدة مشاريع في أفغانستان، لكنه لا يدعم المشاريع الفنية والثقافية، وإن دعمها يكون التمويل ضئيلا، ونحن نطالب بدعم الفنون هنا. ويبقى أن هؤلاء المهرجين المحبوبين كسبوا مودة الجماهير. من الأفضل أن تكون هناك عروض كهذه لكي يعتاد الناس على المسرح، خصوصا أن أطفالنا يتوقون لمشاهدة الكوميديا، ولهذا أتيت مع جميع أولادي لحضور العرض. الممثلون يأملون إقامة العروض بانتظام، لكن في ظل غياب التمويل يبقى مستقبلهم مجهولا، وهم في كل الأحوال سعداء لجلب الفرحة على الأقل للناس الموجودين هنا.